السلام عليكم. هاد الايامات الزحام على المقاطعات، الزحام على المكتبات، على السيبرات، كل شيء تيقلب يتسجل في السجل الوطني للسكان، وكثروا قوة الاشاعات وقوة الكذوب وقوة التلفيقات وقوة القصص والروايات على هاد التسجيل وعلى شنو الغرض منه. وبزاف ديال الناس غالطين، وبزاف ديال الناس مغرر بهم، وبزاف ديال الناس مضحوك عليهم، وكاين اللي كيقول انه كاين دعم مباشر، وكاين اللي كيقول انه غيشد الفلوس اللي تسجل في هذاك السجل الوطني للسكان، غيشد 1000 درهم ولا غيشد 500 درهم ولا غيشد 1500 درهم، وكل شنو كيقول، كل الاشاعه اللي كيخرج، كل الكلام اللي تيقول. اليوم في هذا الفيديو غنعطيكم الحقيقه كما هي، الحقيقه كامله ديال هذا السجل الوطني للسكان، شنو الغرض منه، شنو اللي تابعه، شنو خصك دير فيه، وشنو انت متبوع به الى تسجلتي في هذا السجل هذا. تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الحقيقه كامله وبالدلائل وبالمراجع وبالقانون ومن مصادر موثوقه. اولا، السجل الوطني للسكان هذا سميتو، هذا هو اللي كيتسجلوا فيه الناس هاد الايامات في بعض المدن وجهات المملكه عن طريق الانترنت، ولا داك المطبوع اللي كيعمروه في السيبر ولا في المكتبه ولا كيعمروه بيديهم ويدفعوه في المقاطعات، اللي فيه معلومات شخصيه على كل شخص. هاد السجل الوطني للسكان راه ماشي هو اللي غادي يمكنك من الدعم، الا كنتي كتقلب على الدعم هو الخطوه الاولى، وبالمناسبه كل شيء كيتسجل فيه ولا كل شيء مدعو يتسجل فيه، سواء اللي باغي الدعم ولا اللي ما باغيش، اللي عنده، اللي مرفح، اللي خدام، اللي ما خدامش، اللي عنده الضمان الاجتماعي، اللي عنده التغطيه الصحيه، كل شيء، حتى الناس الاجانب اللي ماشي مغاربه ومقيمين في المغرب حتى هما يمكن لهم يتسجلوا فيه. اذا تسجيل في السجل الوطني للسكان اللي كيتسجلوا فيه الناس هاد الايامات راه ما غاديش يمكنك لا من 1000 درهم ولا من 2000 درهم ولا من شي دعم من اي نوع، هو مجرد تسجيل، مجرد احصاء لجميع المغاربه، الغرض منه جمع اكبر عدد من المعلومات عنهم، وغيعطيو لكل مغربي ولا اجنبي مقيم في المغرب، ساكن في المغرب، اي واحد كيما بغى يكون، مرفح ما مرفحش، خدام ما خدامش، عنده ما عندوش، غيعطيو واحد السيري خاص به هو باش يبقى متبعو طول حياته، سواء في الادارات العموميه وغيرها، ولا حتى في البرامج ديال الدعم مستقبلا. اذا التسجيل في السجل الوطني للسكان ما عندوش علاقه مباشره مع الدعم، ما تستناش انك تسجلتي اليوم غدا ولا بعد ولا السيمانه ولا شهر ولا شهرين ولا عام غتشد الدعم. وهذا السجل كما قلت هو خطوه اولى في واحد البرنامج كبير الحكومه ولا الدوله غديروا باش فعلا تستهدف الفئات ولا الاسر ولا الاشخاص اللي غتعطيهم الدعم، وهو ماشي دعم واحد، هو برامج ديال الدعم، منها التغطيه الصحيه، منها التقاعد بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش تقاعد، اللي ما كانوش خدامين، من هذاك مدخول الكرامه اللي كانوا تكلموا عليه، منها الدعم اللي غيكون موجه للنساء الارامل، منها التعويضات العائليه فلوس الدراري، منها دعم اللي غيكون موجه للاسر اللي ما عندهمش الدراري، وزيد وزيد وزيد. هو ماشي دعم واحد كما انتشر مؤخرا 1000 درهم 2000 درهم 500 درهم، وهاد الهضره هادي راه ما كاينش دعم واحد غيتعطى كاع للناس اللي محتاجينه. وغنجيو للقضيه ديال الدعم ملي غنوصلوا للخطوه الثانيه اللي غتبع هذا السجل الوطني للسكان اللي هي السجل الاجتماعي الموحد، ولكن نكملوا بعدا القضيه ديال السجل الوطني للسكان. كما قلت هذا برنامج حطته الدوله باش توصل انها تحيد صندوق المقاصه مستقبلا اللي كيدعم البوطه والطحين والسكر، تحيدو تماما وتوجه دعم مباشر للفئات المعنيه، ولكن ما غيكونش دعم واحد كما قلت، غتكون عده برامج ديال الدعم على حسب كل فئه وشنو هي، واش هذه ارمله، واش هذه اسره عندها الاطفال وما عندهاش مثلا مدخول، واش هذا الشخص حتى هو كيتعتبر اسره واخا شخص واحد، لان شحال ديال الناس كيسقسيو واللي ماشي اسره واللي ما عندوش الاولاد حتى هو كيتعتبر اسره، هذا الشخص هذا الحاله ديالو، واش ما عندوش عمل، واش غير قادر على العمل، واش وصل سن التقاعد، كل فئه ولا كل شخص ولا كل اسره على حسب الحاله ديالها غتشد دعم معين، حتى الاطفال اللي غيتسجلوا في هذا السجل الوطني للسكان ومن بعده في السجل الاجتماعي الموحد غيكون عندهم دعم اللي هو كما قلت التعويضات العائليه، فلوس الدراري بحال اللي كيشدوا دابا الناس اللي عندهم لا سي ان اس اس. اذا هذه القضيه ديال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد اللي غيجي من موراه، والوكاله الوطنيه للسجلات اللي غتنشا حتى هي وكاله وطنيه للسجلات اللي هي اللي غتسير هذه السجلات بجوج، هذا الشيء كامل راه جا في واحد القانون اللي صدر في الجريده الرسميه شهر 8. اذا هذا الشيء راه ماشي جديد،
وهاد الاشاعات اللي تحكت عليه غير لان الحكومه ديالنا ما عندهاش مع التواصل، ما كتوصلش للناس المعلومه بالطريقه الصحيحه، فاستغلوا بعض الناس هاد القضيه هادي باش يبثوا الاشاعات والاخبار الكاذبه على هاد السجلات بجوج. اذا السجل الوطني للسكان غيتسجلوا فيه جميع المغاربه وحتى الاجانب المقيمين في المغرب، وغيتعطاهم واحد المعرف رقمي ايدونتيفيون نيميريك، واحد الرقم خاص بهم بحال داك النمره ديال لاكارت. ومني كتسجل في هذا السجل الوطني للسكان تياخذوا حتى البصمات ديالك، تياخذوا صوره بيومتريه للوجه ديالك، وتياخذوا حتى صوره للعين ديالك. ومني غيساليو التسجيل ديال الناس في هذا السجل الوطني للسكان غيدوزوا للخطوه الثانيه اللي هي السجل الاجتماعي الموحد، وهنا غيكون فيه الفئات والاسر والاشخاص اللي غيستهدفها الدعم. وباش تستفد من اي برنامج دعم مستقبلي غديرو الحكومه ولا اي جهه من الجامعه الترابيه ولا الهيئات الوطنيه ولا الادارات العموميه ولا اي جهه غدير شي دعم في المغرب، ضروري خصك تكون مسجل في هذا السجل الاجتماعي الموحد. وهذا السجل الاجتماعي الموحد غياخذ المعلومات اللي عطاو الناس وغيتاكد منها من جهات اخرى، سواء كانت هيئات عموميه ولا هيئات خاصه، غيتاكد من هذه المعلومات هذه وغيدير واحد التنقيط، واحد التنقيط يعطي نقاط للاشخاص ولا الاسر، كل واحد على حسب الاحتياج ديالو وفاش من جهه محتاج وشنو درجات الحاجه، لاي درجه وصلت الحاجه ديالو. وعلى اساس التنقيط غيدير واحد اللائحه ديال المستفيدين غتصيفط لكاع الجهات اللي كتقدم الدعم من الدوله. اذا بكل بساطه هادشي اللي كيوقع الان، هاد السجل الوطني للسكان ومن بعد السجل الاجتماعي الموحد والتنقيط اللي غيكون والقوائم اللي غدار بالنسبه للاشخاص اللي محتاجين الدعم، وباش من درجه محتاجين الدعم، واش من شكل ديال الدعم محتاجين، لان واحد مثلا اللي ما عندوش الاولاد يحتاج دعم مختلف على واحد عنده جوج اولاد، واحد عنده جوج اولاد غيحتاج دعم مختلف على واحد عنده 6 7، واحد كبير في عمره 60 ولا 70 عام غيحتاج دعم مختلف على واحد صغير، واحد صغير غيحتاج دعم مختلف على داك الكبير، واحد مرأة مطلقة غتحتاج دعم مختلف، واحد المرأة أرملة وعندها الأولاد غتحتاج دعم مختلف، وهكذا. إذا برامج الدعم كتكون مختلفة على حسب الأشخاص وعلى حسب التنقيط والقوائم اللي غتكون في هذا السجل الاجتماعي الموحد. بكل بساطة هادشي هذا داير بحال هاد كأس العالم اللي غيتلعب هاد الأيامات. كاين الإقصائيات اللي هي السجل الوطني للسكان كيكون فيه جميع الفرق مشاركة، من بعد كدير واحد التصفيات كيطلعوا الناس المحتاجين للسجل الاجتماعي الموحد اللي هي الدور الثاني، ومن بعد في هذاك السجل الاجتماعي الموحد بحال البطوله، كل واحد والنقطه ديالو، على اساس ديك النقطه غيشوفوا الدعم اللي يستحق والطريقه اللي غياخذ بها الدعم. وباش تسجل في هذا السجل الاجتماعي الموحد اللي هو غيجي مستقبلا من مور هذا التسجيل هذا اللي كاين في السجل الوطني للسكان، خصك ضروري تكون تسجلتي في هذا السجل الوطني للسكان. وهذه المعلومات اللي كتكون في هذه السجلات هذه اللي كتكون ديال كل شخص، سواء المعلومات اللي قدم هو او المعلومات اللي جابتها الوكاله الوطنيه للسجلات اللي غتسير هاد جوج السجلات من مصادر اخرى، فهي كتبقى خاصه بهاد المسائل هادي ديال الدعم، ولكن في نفس الوقت الا احتاجتها جهات اخرى في الدوله، خصوصا الجهات ديال الامن والجهات ديال الدفاع الوطني والوقايه من الجريمه، فهي كتاخذها من هاد السجلات. وفي الاخير اتفقنا ولا اختلفنا مع هاد السياسه ولا الطريقه اللي غتنهج الحكومه مستقبلا، فاللي باغي يستافد من الدعم ولا من هاد برامج الدعم اللي غدير الحكومه، منين تحيد الدعم اللي موجه للمواد المدعمه اللي هي البوطه والسكر والطحين العادي، فخصو يتسجل اليوم ولا هاد الايامات في السجل الوطني للسكان، ومنين تفتح تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يتسجل فيه حتى هو. وحاجه مهمه، المعلومات اللي كتعطي حاول ما تكذبش فيهم قدر الامكان، ولا تبين راسك انك محتاج بزاف، ولا تخزن شي معطيات، لان القانون اللي كينظم هاد السجلات وهاد القضيه ديال الدعم كيقول انه في حاله انك قدمتي معلومات خاطئه عمدا باش تستافد من هاد الدعم هادي، فكتكون واحد الغرامه كتراوح ما بين 2000 درهم و5000 درهم، ومن حق الجهات اللي عطاتك الدعم انها تسترجع داك الدعم ديالها.